بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس التاسع. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام، لأن كل منهما بين. بين يعني واضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى قد بين الحلال والحرام في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته الحلال والحرام. فالحلال ما أحله الله، ما دل الدليل على أنه حلال، مثل: وأحل الله البيع، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر ثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام ذكر الله فيها المحرمات، حرمات كثيرة في ثلاث الآيات: أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكرها. وفي قوله تعالى في سورة الإسراء: لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كل هذه محرمات وضحها الله في كتابه. وكذلك الحلال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر ما أخذ حيا من السمك، وطعامه ما مات فيه، كله حلال، كله حلال. وحل لكم صيد البحر وطعامه. فيها أشياء نص الله على حلها، وأشياء نص الله على تحريمها، وفيها أشياء لم ينص على تحريمها ولكن عموم الأدلة يقتضي تحريمها، هذه حرام. وأشياء نص الله على حلها، وأشياء لم ينص على حلها لكن عموم الأدلة يقتضي حلها. هذه لا إشكال فيها، الحلال يؤخذ والحرام يجتنب، هذا شأن المسلم مع الحلال والحرام، أنه يأخذ الحلال الطيب ويترك الحرام الخبيث. هناك أشياء مشكلة ما لا يدرى هل هي من الحلال ولا من الحرام، مترددة بين كونها من قسم الحلال أو كونها من قسم الحرام، مترددة اختلاف الأدلة فيها، اختلاف الأدلة. بعض الأدلة يدل على أنها حلال، وبعضها يدل على أنها حرام، فهي مشتبهة، مشتبهة بين الحلال والحرام. هذه موقف المسلم أنه يتوقف عنها. لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن القليل من الناس يعلم، وهم العلماء. العلماء يعلمون بما آتاهم الله من العلم، يعلمون هذه المشتبهات هل هي من الحلال أو من الحرام. أما العوام وأما طلبة العلم والمبتدئون الذين لا يستطيعون تمييز هذه الأشياء المشتبهة، طريقتهم التوقف فيها. من اتقى الشبهات، اتقى الشبهات يعني تجنبها، الأشياء المشتبهة التي لا يدرى هي حلال ولا حرام تجنبها، اتقها، مثل ما تتقي الشوك والرمضة تتقي أيضا هذه المشتبهات. وفي الحلال غنية ولله الحمد، في الحلال البين غنية للمسلم. فمن اتقى الشبهات يعني تركها وقى نفسه منها فقد استبرأ لدينه، أي طلب البراءة، طلب البراءة لدينه، لئلا يتناول شيئا محرما فيضر هذا بدينه. لا تكون هذه الأشياء المشتبهة من الحرام،
فتضر بدينه. وكذلك عرض الناس يتكلمون فيه إذا رأوا أنه ما يتورع ولا يتوقف، يعني كل شيء عنده حلال ما يتوقف عن شيء، الناس يتكلمون فيه يقولون هذا ما فيه دين، ما يخاف الله. ولا شك أن العرض مطلوب، أن الإنسان يقي عرضه من الناس مثل ما يقي دينه، الدين هذا هو الأصل، والعرض كذلك. لا يعرض نفسه للقيل والقال، ومن دعا الناس إلى سبه سبوه بالحق وبالباطل. إنسان يخاف على عرضه، العرض غالي، ما هو ليس العرض رخيصا، يتجنب هذه الأشياء محافظة على دينه، محافظة على عرضه. ومن وقع في الشبهات، الإنسان اللي ما يتورع ويأخذ الشبهة المشتبهات، هذا إذا تساهل في المتشابهات تساهل في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ما توقع، تجرع على المشتبهات، أخذها وهو ما يدري هل هي حلال ولا حرام، يتعود، ثم يسهل عليه غشيان الحرام. والأول الذي اتقى الشبهات هذا حماه الله عز وجل، جعل بينه وبين الحرام حاجزا، وهو الورع والتقى. فالإنسان إذا لم يتبين له الشيء هل هو من الحلال أو من الحرام يتوقف، ولا يدخل نفسه في شيء لا يدري عنه. ما يمشي الإنسان مع طريق ما يدري عنه، ربما يقع في حفر، ربما يقع في نار، في هلاك، ما يمشي إلا مع طريق يعرفه واضح أسلم له. فهذا منهج بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في مسألة الحلال والحرام، والذي لا يدرى من أيهما، أننا نأخذ الحلال ونترك الحرام ونتوقف عن المشتبه احتياطا وتورعا. قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى من عادة العرب والملوك والخلفاء أنهم يحمون جانبا من المراعي للمواشي التي لبيت المال. هذا في الإسلام، كان الخلفاء يحمون جانبا من المراعي لمواشي الجهاد ترعى فيه، ويمنعون الناس من الرعي فيه. أما في الجاهلية فكانوا يحمون جانبا من المراعي لأنفسهم، يحمونه لأنفسهم ويختصون به دون الناس، يستأثرون به. هذا من أمور الجاهلية، لأن الناس شركاء في ثلاث: الكلى والماء والنار. لا يجوز لأحد أنه يمنع الناس من الرعي في الفلات، الكلى المباح. لكن ولي أمر المسلمين من أجل المصلحة العامة له أن يحمي جانبا من المراعي يخصصه لمواشي الجهاد ومواشي بيت المال، لأنه لمصلحة الجميع، مصلحة الناس جميعا، ما يحميه لنفسه هو، لا، إنما يحميه لمصلحة الناس. هذا الحمى في الجاهلية والحمى في الإسلام. فالذي يأتي ويرعى مواشيه عند حدود الحمى يوشك أنه تدخل مواشيه في الحمى. كذلك الذي يأخذ المشتبهات هذا مثل الذي يرعى حول الحمى، نفسه ما تقف عند المشتبهات بل تطمح إلى الحرام، لأنه لم يجعل بينها وبين الحرام فاصلا. فإذا استكملت المباحات تطلعت إلى المحرمات. هذه النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. مثل مواشي الراعي إذا قرب من الحمى رعت مواشيه في الحمى. ومن الحزم للراعي أن يبعد مواشيه عن الحمى حتى لا ترعى فيه. كذلك المسلم يبعد نفسه عن الحرام لئلا تقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها ويرتعى فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. ملوك الدنيا كل ملك له حمى، والله جل وعلا له حمى. فما هو حمى الله؟ حمى الله محارمه التي حرمها على عباده، هذه حمى، حماها الله ومنع من الدخول فيها. ولذلك تسمى حدود الله،
تلك حدود الله فلا تقربوها. شف، فلا تقربوها، لا تقرب حدود الله المحرمات، أبعد عنها لئلا تقع فيها. فالحديث يوافق الآية الكريمة، تلك حدود الله فلا تقربوها، أبعد نفسك عنها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة من اللحم، قطعة من اللحم، هذه القطعة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه القطعة الصغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه القطعة فسد الجسد كله. ما هي القطعة؟ هي القلب، هي القلب، قلب الإنسان إذا صلح صلح جسده، وإذا فسد فسد جسده. فهذا فيه العناية بالقلب والدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكذلك من يعني من أسباب صلاح القلب الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة يصلح بها القلب، الأعمال السيئة يفسد بها القلب. كل ما عمل سيئة أثرت في قلبه حتى يختم على قلبه. إذا كثرت سيئاته يختم على قلبه، وقبل يختم عليه كل ما أذنب ذنبا ينكت نكتة سوداء في قلبه هذا الذنب، ثم يزيد 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 حتى يغطي القلب. وهذا هو الختم والران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من أسباب فساد القلوب الأعمال السيئة، ومن أسباب فساد القلوب من أسباب فساد القلوب أكل الحرام. أكل الحرام يفسد القلب. من أسباب فساد القلوب الغفلة عن ذكر الله عز وجل. من أسباب فساد القلوب الاشتغال باللهو، الاشتغال باللهو من المعازف والمزامير والأغاني، هذه تفسد القلوب، تفسد القلوب. من أسباب فساد القلوب السمع والبصر، السمع منفذ للقلب، إذا استعملته في الحرام فسد عليك القلب، والبصر إذا أطلقته في الحرام يفسد عليك القلب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ففساد القلوب له أسباب، وصلاح القلوب له أسباب. الأعمال الصالحة تصلح القلوب، ذكر الله عز وجل الإكثار من ذكر الله يصلح القلوب، تلاوة القرآن بالتدبر تصلح القلوب، أكل الحلال، أكل الحلال الطيب يصلح القلب. فهذه المضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله، لأنها ملك الأعضاء. القلب هو ملك الأعضاء، ملك الأعضاء. فإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية، والناس على دين ملوكهم كما يقولون. هذا مما يعطي الإنسان أنه يحرص على قلبه، يحرص على أسباب صلاح قلبه، ويتجنب أسباب فساد القلب، فإنها لا تعمى الأبصار. قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا فسد القلب وعمي القلب فسد الجسد كله. هذا فيه حث على أن الإنسان يحرص على ما يصلح قلبه من الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب وما يسمع وما يبصر، يحفظ قلبه لا يتساهل في هذه الأمور، ويتجنب ما يفسد القلب. مجالسة الأشرار تفسد القلوب، ومجالسة الأخيار تصلح القلوب. فعليك بالعناية بقلبك، عليك العناية بقلبك لئلا يفسد بسبب تصرفاتك وأعمالك وأقوالك. اعتن بقلبك، حافظ عليه، لأنه هو مصدر الصلاح أو مصدر الفساد لجسمك. فإذا فسد القلب الجوارح تنطلق في الحرام، وإذا صلح القلب الجوارح تنطلق
بالطيبات والأعمال الصالحة. ليست العبرة بالجسم أو بنظارة الوجه أو بقوة البدن، ما هي بعبرة. العبرة بهذا القلب، ربما يكون الجسم مريضا أو مشلولا أو متعطل الحركة، ولكن القلب حي، القلب حي بذكر الله سبحانه وتعالى. وربما يكون الجسم قويا ولكن القلب ميت. الجسم حي والقلب ميت، لا فائدة من حياة الجسم. فالعبرة بهذا القلب، وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى من العبد. الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحافظ على قلبه حتى تسلم له جوارحه وأعضاؤه، ويستعملها في الحلال والطاعات والأعمال الصالح. وإلا إذا فسد قلبه فإنه لن يتورع عن حرام ولا يكف عن حرام، ولا يعيش إلا مع الحرام، ولا يرتاح إلا مع المعاصي، وينفر من الطاعات، ينفر من الخير، لأن قلبه فاسد. تجد من الناس من ينفر من الخير ويبغض الطاعات، ولا يحب سماع القرآن، ولا يحب المواعظ، لأن قلبه فاسد. ومن الناس من يألف الطاعات ويألف الخير ويحب أهل الخير، لأن قلبه حي، قلبه سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، القرآن لا ينتفع به إلا القلب السليم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هل هنا أحد ما له قلب؟ ها؟ لا، ما هنا أحد ما له، كل الناس لهم قلوب، لكن المراد بالقلب الحي السليم هو المراد. فالذي قلبه غير سليم هذا ما في فائدة، ما يستفيد من قلبه. وإن كان قلبه صحيح طبيا، من ناحية الطب قلبه سليم صحيح ما به مرض، لكن من ناحية الدين قلبه ميت ولا مريض. من ناحية الدين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. يعني هم ما يشوفون، عيون لهم عيون يشوفون، لكن ما يبصرون بها بصر إيمان وبصر علم، وإنما يبصرون مثل بصر البهائم اللي تنظر الأشياء ولا تستفيد منها. ولهم قلوب، الله قال لهم قلوب، ما خلقهم بدون قلوب، لهم قلوب لكن لا يفقهون بها. والعبرة بالفقه، بفقه القلوب، ما هو العبرة بوجود القلب فقط، العبرة بالقلب الذي يفقه ويبصر، هذه العبرة. ولا يحصل هذا إلا بالأسباب التي يفعلها العبد، أسباب حياة القلب وأسباب حياة البصيرة، وذلك بالأعمال الصالحة، بالأكل من الحلال، تجنب الحرام، تجنب السماع المحرم والنظر المحرم، تجنب هذه الأشياء. أنت الذي تتسبب في صلاح قلبك أو تتسبب في فساد قلبك، أنت بأعمالك وتصرفاتك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه، وأن يثبت قلوبنا على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول في بلادنا يوجد خلاف دائما على المقابر أثناء دفن الميت. يبين الإخوة، يعني بين الإخوة السلفيين والآخرين، يوجد إمام يصمم على قراءة سورة قل هو الله أحد 11 مرة، وأيضا يلقن الميت يا عبد الله تذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا. ألا يسأل عن مسألتين؟ المسألة الأولى حكم قراءة القرآن على القبر، هذا بدعة،
ما أنزل الله به من سلطان. القرآن يا إخوان يقرأ على الأحياء، ما هو بيقرأ على الأموات. الميت ماذا يستفيد؟ يقوم يعمل؟ ما يستطيع يعمل. يتوب من السيئات إذا قرأت عليه القرآن؟ ما يستطيع يتوب، ختم عمله. ما وأيضا هو ما يسمعك، ميت، هو في عالم وأنت في عالم، أنت في عالم الدنيا وهو في عالم الآخر، ما يسمعك. ولو سمع ماذا يستفيد؟ غادر دار العمل ووقع في دار الجزاء، ما يستفيد من قراءة القرآن. القرآن يقرأ على الأحياء ويذكر به الأحياء، أما الأموات فقد قدموا على ما عملوا. لكن إذا أردت تنفع الميت، أخاك المسلم الميت، إذا أردت تنفعه ادع له، تصدق عنه، هذا الذي ينفع أخاك الميت. ادع الله له، استغفر له، تصدق عنه، سدد ما عليه من الديون، هذا الذي ينفع أخاك الميت. أما قراءة القرآن هذا انتهى عهده مع القرآن، هذه مسألة قراءة القرآن على القبور حرام ولا تفيد شيء، بدعة ولا لها أثر على الميت. المسألة الثانية مسألة التلقين، تلقين الميت إذا وضع في، إذا دفن يقف عنده واحد يقول يا فلان ابن فلانة، حتى ما يقول يا فلان ابن فلان، ابن فلانة، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، إنك تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا ورد فيه حديث، هذا ورد فيه حديث لكنه لا سند له، سنده غير صالح ولا يحتج به، ما يحتج به. والميت إن كان مات على الإيمان فإن الله يثبته، لو ما أنت جيت تلقنه، إن كان مات على الإيمان فإن الله يثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج تلقين، ما دام إنه مؤمن فالله جل وعلا يثبته. وإن كان منافقا ما يفيده، لو تلقنها الليل والنهار ما يفيد، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ما تنفع أنت ولا. إن كان مؤمن فهو بحاجة إلى، وإن كان منافق أنت ما أنت بنافع، لا تلقينك ولا ما يدري، يقول ها لا أدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويضل الله الظالمين. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألا يقول إن بعض الناس في صلاة التراويح يأخذون المصاحف ويتابعون الإمام؟ هذا لا يجوز، لأن أخذ المصاحف يشغلك عن استماع القرآن، تناظر الحروف وتقرأ الآيات، وهذا يشغلك عن استماع الإمام، قراءة الإمام. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، واجب عليك الاستماع. إذا أخذت المصحف تنشغل بمتابعة المصحف، تقرأ الآيات، هذا يشغلك عن صلاتك. أيضا يفوت عليك سنة وهي قبض اليدين على الصدر، لأنك تمسك المصحف بيد ولا تستطيع تعمل بالسنة وهي القبض على الصدر أثناء القيام، فهذا لا أصل له، ويفوت عليك سنة ويشغلك عن استماع القرآن من الإمام. فلا يجوز أخذ المصاحف في صلاة التراويح ولا غيرها، إلا الإمام إذا كان ما يحفظ القرآن، الإمام إذا كان لا يحفظ القرآن فله أن يقرأ من المصحف في صلاة التراويح أو صلاة التهجد، له أن يقرأ من المصحف كما فعله بعض السلف، وكما كان ذكوان تصلي خلفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو مولاها ويقرأ من المصحف عند الحاجة، لا بأس للإمام أو المنفرد، أما المأموم فلا يأخذ المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من
صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، يعني من الأجر. من اقتصر على الصلاة على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن أضاف إلى هذا أنه شيعها وتبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، يجتمع له قيراطان، واحد عن الصلاة واحد عن اتباع الجنازة وحضور دفنها. والقيراط مثل الجبل العظيم، القيراط الواحد يزن الجبل العظيم، يحصل لك قيراطان كل واحد مثل الجبل من الأجر، هذا فضل عظيم خير كثير. ولما سمعه ابن عمر رضي الله عنه ضرب بيده وقال: لقد فوتنا قراريط كثيرة، يعني فرطنا في قراريط كثيرة. فهذا فيه الحث على الصلاة على الجنائز واتباع الجنائز وتشييع الجنائز. وقد مر بكم أمس في الحديث: إذا مات وإذا مات فاتبعه، أو فاتبعه، إذا مات فاتبعه يعني شيعه. هذا من حق المسلم على المسلم. هذا يسأل يقول أنه حج وعمره 17 عاما ولا يعرف الأدعية المشروعة في مناسك الحج. الأدعية المشروعة ما هي بلازمة، المهم الإحرام وأداء المناسك، مناسك الحج. ولو لم تدع أبدا حجك صحيح إن شاء الله. الدعاء سنة ومكمل، والمقصود أداء المناسك، مناسك الحج على الوجه المشروع. هذا يسأل عن إن عندهم جمعة في منطقة صغيرة فيها جمعة، ولكن الإمام يقولون إن الخطيب إن عنده شيء من البدع والمحدثات، وأنهم عملوا مسجدا آخر صلون فيه الجمعة. تعدد الجمعة لا يجوز في مكان واحد إلا إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. وليس من الضرورة كون الإمام يستبدل، إذا كان ما يصلح للإمامة يستبدل ولا تعدد الجمعة. وإذا لم يمكن استبداله، تعذر استبداله، أو معه ناس يحمونه وهو عنده بدع مخالفة واضحة، فعملكم صحيح أنكم جعلتم لكم مسجد جامع آخر تصلون فيه، لأن هذا آخر حل. نعم. هذا يسأل سؤال كثر السؤال عنه، وهو الدراسة في الجامعات المختلطة بين الرجال والنساء. لا تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة لما فيها من الفتنة. والدراسة توجد في أماكن غير مختلطة، ولو تسافر لدولة أخرى فيها دراسة غير مختلطة وتدرس فيها، أما الاختلاط فهو شر وفتنة ولا يجوز. هذا يقول: أشكلت عليه آيات في القرآن، أولها قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وفي الآية الأخرى يقول: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. نقول: لا تعارض بين الآيات ولله الحمد. القيامة لها أحوال، يسألون في حالة ولا يسألون في حالة أخرى. القيامة لها أحوال، ما هي بحالة واحدة، في حالة يسألون عن ذنوبهم ويحاسبون، وفي حالة أخرى لا يسألون عن ذنوبهم، ما يجتمع في حالة واحدة سؤال وعدم سؤال، ولكن هذا في حال وهذا في حال، فلا تعارض بين الآيات. هذا يسأل عن بيع الملابس، ملابس النساء غير الساترة، يبيع ملابس لكنها غير ساترة للنساء، لا يجوز هذا، لا يجوز أن تبيع هذه الملابس، لأن هذا إعانة على الحرام، إعانة على الإثم والعدوان، وإذا بعتها فقد رضيت بها، لا يجوز هذا. نعم. هذا يسأل عن حكم شحن الجوالات من الحرم، شحن الجوالات من كهرباء الحرم. الأصل إن هذا لا يجوز، لأن كهرباء الحرم وقف، لا يجوز لك تستخدم الوقف لحاجتك الخاصة. كهرباء الحرم ما وقفت على الجوالات، وإنما هي موقوفة للإضاءة للمسلمين،
وإذا سمح لهذا يعبي وذا يعبي وذا يعبي أخلوا طاقة كهربائية كثيرة، فإذا أردت تعبي الجوال تخرج إلى بيتك أو إلى منزلك أو إلى محل وتعبيه ولو بالآجار ولا تعبيه من الحرم. يقول يلاحظ على المعتكفين الحرم كثرة الكلام فيما بينهم، المعتكف يشتغل بذكر الله عز وجل ولا بأس أنه يتكلم الكلام اللي يحتاج إليه، سؤال عن شيء ولا كلام قليل بين الإخوة، لا بأس بالكلام اليسير والكلام الذي يحتاج إليه المعتكف. أما الكلام الفضول الذي لا فائدة فيه إلا ضياع الوقت فهذا لا ينبغي للمعتكف. هذا يسأل يقول هل يشترط لمن يمس القرآن الطهارة؟ يا أخي هذا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا حديث عمرو بن حزم وهو حديث صحيح عند أهل العلم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، اتفاق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. نعم. هذا يسأل عن حكم إجابة دعوة زواج فيها مزمار ورقص. لا يجوز هذا، لا يجوز لك تحضر، لأن المزمار والرقص حرام إلا إذا كنت تغير هذا، إذا كنت تغير هذا المنكر إذا حضرت فيجب عليك الحضور لأجل إزالة المنكر، أما أنك تحضر وتسكت هذا لا يجوز لك، لأن هذا منكر ولا يجوز حضوره ولا السكوت عليه. يسأل سؤال بسيط، يعني أنه يطوف أو يسعى وماسك حذائه باليد، ما في بأس إن شاء الله، لا بأس أنك تمسك حذائك بيدك في الطواف أو في السعي. نعم. هات. هذا يسأل عن ترتيل الدعاء، ترتيل في القرآن، القرآن هو الذي يرتل، أما كلام الناس الدعاء وغيره ما يرتل، يعني المدود والغنة والأحكام التجويد هذه في القرآن فقط، أما كلام الناس فلا يرتل. نعم. يقول ما حكم المرتبات اللي تؤخذ بدون عمل علما بأن الدولة تعلم ذا؟ إذا سمحت الدولة بذلك وصرفت للناس مرتبات بدون عمل فلها ذلك لا بأس، أما إذا كان الدولة ما تعطي أحد راتبا إلا بعمل فلا بد من العمل وإلا لا يجوز لها أخذ الراتب. هذا يسأل عن طفلة سقطت في خزان ماء أرضي، خزان ماء أرضي، حيث إن الأب لم يغلق باب الخزان. نعم، إذا كان إنه ما أغلق باب الخزان، يعني فتحة الخزان ما أغلقها والطفل حول الخزان، فهو مفرط، يكون عليه الكفارة لأنه متسبب في قتل هذه الطفلة، حيث لم يغلق فتحة الخزان والطفل حوله قريبه منه، هذا مفرط يكون عليه كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. هذا يسأل عن حكم الصلاة في الفنادق المجاورة للحرم، ما يصلح الصلاة في الفنادق والعمارات اللي حول الحرم إلا لو ضاق الحرم، ضاق امتلأ وامتلت الساحات الخارجية ووصلت إلى الفندق، إلى باب الفندق أو باب السكن، وصلت الصفوف إلى باب الفندق فلك أن تصلي في الفندق، أما ما دام بينك وبين الحرم مساحة ما فيها أحد أو بينك وبين الحرم شوارع يمشي فيها الناس والسيارات فلا يجوز لك الصلاة في سكنك، بينكم شوارع تمشي فيها السيارات والناس أو ما في شوارع لكن ما ضاق الحرم، فيه مكان فأنت تحضر وتصلي مع المسلمين. نعم. هذا يسأل عن تناول الأدوية التي تحتوي على شحوم حيوانية، وهذه الأدوية مستوردة من الكفار، مسألة استيرادها من الكفار ما يمنع استعمالها إذا صارت مباحة، لكن الشحوم هذه إن كانت من حيوانات مباحة فلا بأس بها، لأن دهن الحيوان المباح مباح،
أما إذا كانت هذه الشحوم من حيوانات محرمة كالخنزير والميتة هذه لا يجوز استعمالها. نعم، هذا يسأل عن الكتابة في المصحف. الكتابة في المصحف تكتب في الهامش تفسير الآية أو تكتب فيه ما يؤخذ من الآية من الفوائد، لا، المصحف يجرد، المصحف يجرد، ما يكتب فيه شيء. وإذا أردت أنك تكتب شيء اكتبه في دفتر خارج المصحف لئلا يختلط كلام الناس مع كلام الله سبحانه وتعالى. ربما يجي واحد عامي ما يدري ويحسب الكتابة ذي من القرآن، فالمصحف يجرد ما يكتب معه شيء. نعم، هذا سؤال عجيب، يقول هل المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة يعتبر مسجدا؟ يا سبحان الله، المساجد على قسمين، قسم للفروض فقط وقسم للفروض وصلاة الجمعة، كلها تسمى مساجد، مساجد للفروض فقط ومساجد للجمعة والفروض. نعم، هذا يسأل عن رجل حلف ما يتزوج بامرأة ثم تزوجها، عليه كفارة يمين. الزواج صحيح، الزواج صحيح وعليه كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين على التخيير، فإن لم يجد يصوم 3 أيام وزواجه صحيح والحمد لله. هذا يسأل يقول إنه إذا جرى حادث ومات فيه، إذا جرى حادث سيارة ومات فيه أنفس، هل يجوز يتصالحون أهل الميت مع السائق سائق السيارة على شيء من المال أو يتعين أخذ الدية؟ يجوز، هذا يجوز أنهم يتصالحون على شيء من المال، وإن لم يتصالحوا فليس لهم إلا الدية، إن لم يتصالحوا فليس لهم إلا الدية. وكذلك لا يجوز أن يتصالحون على أكثر من الدية، ما لهم غير الدية، وإن تصالحوا على أقل منها فلا بأس، وإن سمحوا مجاني فهذا أحسن. نعم، هذا يسأل عن الصلاة على الجنازة في المقبرة. الصلاة على الجنازة في المقبرة لا بأس، لا تجوز الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة، يجوز أن يصلى عليها في المقبرة صلاة الجنازة خاصة. هذا يسأل عن حكم إيداع الأموال في البنوك بدون فوائد بس للحفظ، من أجل الحفظ فقط، لا بأس بذلك، للضرورة تودع للحفظ ثم تأخذها إذا أردت ولا تأخذ عليها فوائد، إنما قصدك الحفظ فقط. هذا يسأل عن طفل لم يكمل السعي ويقول إني افتيته بأن ما عليه شيء. غلط، هذا خطأ، هذا خطأ، أنت أخطيت، لابد من إكمال السعي ولو كان طفل. إذا أحرم الإنسان بالعمرة أو بالحج وجب عليه الإكمال، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أي من أحرم بالحج أو بالعمرة صغيرا كان أو كبيرا وجب عليه إكمال المناسك، فعلى ولي هذا الطفل أن يأتي به ويسعى أو يكمل سعيه، يكمل سعيه ولا عليه شيء، ويقصر يكمل سعيه ويقصر وتتم عمرته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.